السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم استخراج حرف الضاد وكتابته على السبورة وعلى الألواح. نبدأ بسم الله. الرياضة، الرياضة. عندكم على اللوح يا أطفال كل واحد عنده كلمة الرياضة على لوحته، إذا تبعوا معايا. سأمحي على السبورة وأنتم على الألواح. نحن الرياضة. ماذا مسحت؟ نعم مسحت تو. إذا أنتم امسحوا تو، امسحوا تو. نحن بقي الرياضة على اللوحة. الرياضة، انظروا على السبورة، مسحت ال، إذا أنتم أيضا امسحوا ألف ولام ال. ماذا بقي؟ رياضة، رياضة، رياضة. امسحوا الآن ري، يمسحوا ري. لاحظوا ماذا بقي؟ ياض. الآن يا أطفال امسحوا لا. ماذا بقي؟ بقي ظ. لاحظوا أطفال ظ، هكذا نكتب الظ، هكذا نغلقوا الخط، نعود إلى السطر، سنة صغيرة فقط فوق السطر، نقطة في هذا المكان، فتحة ظ ظ. نعاود نكتب الظ، انظروا هكذا هكذا هكذا، نصعد قليلا، نديرو سنة صغيرة فوق السطر، على السطر نقطة في هذا المكان، فتحة ظ ظ. الآن انظروا، نقرأ هذه الكلمة. معرض، معرض. سنمسح مع بعض يا أطفال، خذوا الألواح، امسحوا مع مع، بقي معرض. الآن لاحظوا ماذا مسحت. نعم مسحت را. ماذا بقي؟ ظن، ظن في آخر الكلمة. تبعوني هكذا نكتب الظ، عفوا ظن في آخر الكلمة، هكذا ظن، هذه ظن تأتي في آخر الكلمة، ظن. أعيد كتابتها، انظروا ظن ظن. الآن يا أطفال نقرأ هذه الكلمة. نعم مضرب، مضرب. أطفال امسحوا هذا الصوت الأخير، ما هو؟ ماذا مسحنا؟ الصوت الأخير هو بن. نعم صحيح. الآن نمسح هذا الصوت، لاحظوا مليح ماذا مسحنا. نعم مسحنا را. ماذا بقي؟ ميض، ميض. إذا سنكتب ميض، تبعوني مليح، هكذا نكتب ميض، تبعوا مليح، الضاد، حرف الضاد هكذا، سنة صغيرة فوق السطر، ميض، ميض. نقرأ، تبعوا مليح، ظ التي استخرجناها من كلمة رياضة، ميض، ظن، ظن، ظ، ظ، ميض، ظن، ظن، ظ، ظ. أطفال اكتبوا هذه الكلمات على الألواح، وإلى اللقاء.